بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بعد كده اندرويد انترفيو كويستشن لمستوى الاكسبيرينس اللي عنده خبرة. What are broadcast receivers وhow it is implemented وازاي بنفذها. البرودكاست ريسيفرز هي آلية ميكانيزم used for listening to system level events، بتستخدم عشان تلسن على حدث معين من الاوبريتنج سيستم، زي ان هي تلسن على incoming calls، جايلك مكالمه او جايلك اس ام اس وغيرهم. باي ذا هوست ابلكيشن ات از امبلمنتد از ا سب كلاس، بنفذها عن طريق سب كلاس من البرودكاست ريسيفر كلاس. اند ايتش مسج، كل رساله عباره عن برودكاستد از ان انتنت اوبجكت. ادي بابليك ماي ريسيفر، هخليه اكستند يورث من الكلاس اللي اسمه برودكاست ريسيفر، وجوه الاون ريسيف ميثود بعمل بقى اللوجيك اللي انا عايزه. طيب اكسبلين ان ديتيلز، اشرح بالتفصيل اباوت امبورتنت فايل اند فولدرز يوزد وين يو كرييت ا نيو اندرويد بروجكت. اول ما بتكريت اندرويد بروجكت ايه الملفات المهمه، السؤال ده بقى بيتسال ايه الملفات المهمه اللي بتتكريت في الاندرويد بروجكت بتاعك. اول حاجه الاب، الاب ده بيديسكرايب البيزك كاركترستكس، الصفات الاساسيه للابلكيشن، and defines each of its components، وبيعرف المكونات بتاعته كلها. وفي باكج اسمها الجافا، الجافا دي contains the .java source files and .kt source code written in Kotlin. لو انت هتستخدم Kotlin .kt، لو هتستخدم Java .java source file للبروجكت بتاعك. by default it includes a main activity، by default هو بيكريت لك main activity بتبقى فاضية، or main activity .kt في حالة الكوتلين. you create all the activities، بتكري كل الاكتيفيتيز بتاعتك سواء كوتلين او جافا اكستنشن تحت الفايل ده. and also it includes all the code behind the application، بتكري بقى الباكجز بتاعتك كلها، اب وداتا ودومين والدي اي ديبندنسي انجكشن، وكل الباكجز بتاعتك بتكريتها في الايه، في الباكج بتاعت الجافا ريسورس فايل ده. طيب وفي باكج اسمها ريسورس، دي بتستخدم عشان تستور الفاليوز فور ريسورسز، زي اللي بتستخدمها في البروجكت بتاعك، زي الكالرز او السترينجز او الستايلز او الدايمنشنز. كل دي بتبقى جوه الريسورس باكج، عباره عن دايركتوري لملفات زي الستايل دوت اكس ام ال او السترينج دوت اكس ام ال او الكالر دوت اكس ام ال او الدايمنشنز الابعاد بتاعتك وغيرهم. سكريبتس، ذيس ان اوتو جنريتد فايل that consists of compile SDK version, build tool version, minimum SDK version, والtarget SDK version, application ID, والversion code, والversion name. على سبيل المثال build.gradle، في ملف اسمه أو فايل اسمه build.gradle، ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن script file placed in the root project directory، بيبقى موجود كده في آخر directory من البروجكت. بيعرف كل البيلد كونفيجريشنز ذات ويل بي ابلايد، اللي هيتم تطبيقها لكل الموديول اللي انت هتكريتها في البروجكت بتاعك. وات از ذا ديفرنس بتوين سيريالايزابل، السؤال ده برضه بيتسال كتير. وات از ذا ديفرنس بتوين سيريالايزابل اند بارسبل، ايه الفرق ما بين السيريالايزابل والبارسبل، ويتش از ذا بيست ابروش فور اندرويد، وايه احسن ابروش فيهم استخدمه في الاندرويد ديفلوبمنت، تطوير الاندرويد. طيب while developing applications usually لما بتيجي تطور برامج عادة it needs to transfer data، دايما هتحتاج في اي application بديهي محتاج تنقل بيانات من مكان لمكان، from activity to another، من activity للتانية. طيب this data needs to be added into a corresponding intent object، محتاج تبصيها في object مجاور. طيب some additional actions are required، في بعض الافعال او الاكشنز الإضافية المطلوبة to make the data suitable for transfer، عشان تخلي البيانات بتاعتك مقبولة أو مناسبة إنك أنت تنقلها. طيب for doing that the object should be either، الأوبجكت بتاعك لو أنت محتاج تنقل أوبجكت من مكان لمكان، فالأوبجكت ده المفروض يبقى serializable أو parcelable. حلو. طيب السيريالايزابل عبارة عن ايه؟ السيريالايزابل هو ستاندرد جافا انترفيس، عبارة عن انترفيس، لو فتحت السيريالايزابل هتلاقي انترفيس. In this approach you simply mark a class serializable، عن طريق انك هتعمل ايه؟ هتخلي الكلاس بتاعك يمبلمنت السيريالايزابل انترفيس، هو انترفيس فاضي اصلا. حلو.
and Java will automatically serialize it. وباي ديفولت الجافا هتخليه ايه بشكل تلقائي تعمل له serialization. طيب reflection is used during the process. اثناء العمليه دي بيحصل reflection انعكاس and many additional objects are created. ده بيؤدي لايه؟ ل plenty of garbage collection. العديد من ال garbage collection و poor performance. اداء سيء جدا. طيب ال parcelable. ال parcelable is an android specific interface برضه. حلو؟ بس هو مخصص optimized للاندرويد. انما ال serializable للجافا. طيب in this approach you implement the serialization yourself. بتعمل ال serialization بايه؟ بتعمل ال serialization بنفسك. طيب هنا بقى ما بيحصلش reflection عكس الايه السيريالايزر. الريفليكشن از نوت يوزد ديورينج ذيس بروسيس. مش بيستخدم في العمليه دي اند هنس فبالتالي مفيش garbage collection is created. طيب البارسيلابل از فور مور افيشنت. اكتر كفاءه من السيريالايزر سينس ات جيتس اراوند سم بروبلمز ويز ذا ديفولت جافا سيريالايزيشن سكيم. اولسو ات از فاستر. اسرع من السيريالايزر because عشان هو optimized for usage on the development of Android. اتصمم عشان يستخدم في تطوير الاندرويد برامج الاندرويد and show better results وبيظهر نتائج احدث. What database is used in Android. ايه database اللي بنستخدمها في الاندرويد. How it is different from client server database. وازاي مختلفة عن السيرفر client server database management system. بنستخدم السيكوال لايت وفي لايبراريز ابديتد على السيكوال لايت مبنيه على السيكوال لايت زي روم بنستخدمها والريل ام وفي انواع تانية بس اشهرهم السيكوال لايت والروم والريل ام. السيكوال لايت عباره عن اوبن سورس ريليشنال داتابيز بتستخدم في الاندرويد. ذا سيكوال لايت انجن از سيرفر ليس ترانزاكشنال اند اولسو سيلف كونتيند انستيد اوف the client server relationship of most database لمعظم database management system. SQLite engine is integrally linked with the application. يعني بيربط الانجن بشكل متكامل جوه الايه الابلكيشن بتاعه. The library can be called dynamically and it can make use of simple function calls. ممكن تستخدم عمليات بسيطة او تنادي عمليات بسيطة من ال functions that reduce latency in database access. طيب what are the difference between service and thread. ايه الفرق ما بين السيرفيس وما بين الثريد. The main difference is service عبارة عن application component that facilitate بتسهل على الابليكيشن بتاعك ان هو يرن حاجة معينة جوه الباك جراوند in order عشان يعمل long running time operation. عملية هتاخد شوية وقت من غير تفاعل اليوزر. طيب الثريد عبارة عن concurrent unit of execution يعني وحدة تنفيذ متزامنة. طيب السيرفيس it exposes few functionalities to other applications عن طريق ان هي بتكلم الفانكشن اسمها context.bind service. الجوجل has brought in handler and loopers into threads. بنستخدم handler و loopers جوه الثريدز. When an application is killed اول ما بيحصل killed للابلكيشن عن طريق اليوزر يقفله خالص او عن طريق السيستم is not السيرفيس ما بيحصلهاش killed. الثريد when an application is killed الثريد بيحصل له killed. هنكمل في المرة اللي جايه.